الشق الرياضي نقولوا سيتي مونك دو كونسونطراسيون، ما يدخل فيها لا بالماضي لا رئيس الاتحاديه لا قاسما لا حتى واحد. يدخل فيها تركيز اللاعبين. لما تشوف نتايا منتخب الكاميرون مع المنتخب الجزائري في تشاكر لقطتين على اثر دي سيتياسيون ستوندار، يعني اون ريميز دو توش وان كورنر، ويسجلوا لك هدفين تعدي سي با نورمال. وفي التسجيل تاع الهدف الثاني القاتل موفي الينيومون، تخلي اللاعب يدير ارتياح يدير لاتوش، ما كانش لو ماركاج. واحد من اللاعبين بنعياده كان على بعد 5 أمتار على لالين دو كوفرتور. يا طرود.